ورجعنا لحضراتكم من الفاصل، قشرنا التفاح وهنبدأ نقطع ونوري حضراتكم ازاي. هاخد انا عملت 5 حبات ايا كان الحجم بتاعهم، يعني انا لقيت تفاح مثلا الحجم بتاعه وسط زي ده برضو مفيش مشكلة، لو لقيت الحجم كبير مثلا اكبر من كده مفيش مشكلة عادي، هتطلع نفس النتيجة واحدة والطعم جميل. هاخد 2.5 كده اهو، ادي كده باخد القلب ده اهو بخلي دي كده، ولو في حتة قشرة بسيطة ولا حاجة مش هتعمل مشكلة معايا اهي كده اهي تمام. باخد كده نفس القصة، هذه كمية التفاح اللي موجودة عندي خلاص. باخد ده كده خلاص مش عايزه، بحضر دولت على جنب اللي هما هاخدهم في الزواق في الاخر. ايا كان نوع التفاح اللي عندي يا جماعه اللي بشتغل بيه ما عنديش اي مشكله اهو. بحاول ان انا ايه اعمل القطعة تبقى باينة بالصغير مش كبيرة قوي يعني، وتبقى باينة في قطعة التفاح نفسها يعني ايه، تبقى مش عايز افرمها يعني، تبقى ايه اهي. باخد التفاح بتاعي ده كده وانزل بيه اهو نفس القصة دي كده وبقلبها، ادي معلقة اهي وبقلب التفاح مع العجين كده اهو. برضو نوري حضراتكم ادي النموذج بتاعنا، شويش خالص مفيش اي حاجة اهو. بجيب له صينية عندي عايز ادهنها بمادة دهنية، عندي زبدة مثلا كده اهو بنفس الفرشة كده عادي مفيش مشاكل اهي. نادي الجناب لو عندي شوية دقيق بصوت برضو كده، بحاول ان انا ايه اعمل الصينية عشان تبقى سهلة معايا. عندي ورق زبدة احط، عندي ورق سيلفر مفيش مشاكل، في صواني بتبقى لها قاعدة مثلا بتفصل كل دوت مفيش اي مشكلة عندنا. بننزل بالتفاح بتاعنا كده اهو، حاجة بسيطة مفيش اي مشكلة يا جماعة. ادي البولة بتاعتنا اهي، ببدأ افرشها كده من غير اسباتول بظهر المعلقة اهي. كده ادي العجينة نزلت
مع التفاح متقطع بالحجم اللي هو حوالي نص سنتي، بحيث ان انا الاقي الحجم وانا باكل قطعة الكيك وانا باكلها، يبقى انا باكل كيك بالتفاح، مش يعني الطعم يبقى فرض نفسه عليا ان انا عايز تفاح، لان انا بحب التفاح. ممكن مثلا اعمل اورنج شيري كيك مثلا، كيك بالبرتقال، بحط عصير برتقال مع برتقال متقطع، برضو كل واحد حسب الذوق اللي هو عايزه. هادي كده كده تبقى كلها المسافة واحدة. ونبدأ بعد كده نشوف هنعمل ايه. هنبدأ نقطع التفاح بتاعنا. مش هناخد التفاحية بالطول طبعا، هي عشان صغيرة تحس ان الطول زي العرض، لا يعني ايه كده، ده الطول بتاع التفاحية ماشي، لا احنا عايزينها بالعرض كده. بالعرض هيديني الدايرة اللي حضراتكم هتشوفوها يعني. جميل، باخد دول كده حد يقول لك هو بيشف التفاحية بقى مثلا ولا ادي كده. طبعا انتوا مستغربين انا مطلع ده ليه، عشان فرصة التفاح نفسه ما يبقاش عندي فروقات، ممكن انزل بيها في نص الفورمة نفسها بعد كده اهو. تمام، هنبدأ نجيب الصينية بتاعتنا ونبدأ ناخد تفاح اهو. هبدأ من بره الاول بشويش كده يا جماعة، العملية سهلة اهي اهي. عايزين تلفوا الصينية وانتوا واقفين، اللي هتحطوا عليها الحاجة مفيش مشكلة، انا بحاول عشان اوري حضراتكم بس اهو. بسيب حوالي 4 ملي او حاجة ما بين الصينية والتفاح هو بيتراس. لو جبنا التفاح خرطناه ونزلنا بيه فوق الوش هتطلع حلوة برضو، ليه؟ لان الخامة كويسة فما فيش اي مشكلة معنا. ادي كده اهو. طبعا انا برص بسرعه عشان الوقت ما يسرقناش. طبعا نقدر نخلصها اهي لما بتخش الفرن، نص الفرن على اول اللون الازرق الفرن العادي، وببدا بسكينه رفيعه من النص كده اشوفها. اول ما تطلع معايا ما فيهاش اي حاجه احس ان التفاح الكيك بتاع التفاح خلص، كيكة التفاح، وتبقى الدنيا جميلة مفيش اي مشكلة. دولت زي ما قلت لكم ممكن انزل بيهم في النص هنا، او لو انا عايز اكمل للاخر كنت سبتهم مثلا زي ما هم وكملت الشكل بتاعي. ببدأ اخد دي سنة كده بالراحة يا جماعة اهي، شايفين؟ عايز حد يخاف من اي حاجة؟ حاجة بسيطة وجميلة وان شاء الله تعجبكم. ادي كيك بالتفاح، نشوف الكيك بالتفاح التاني اللي احنا عملناه اهو، ومن غير تلميع ومن غير اي حاجة، بطبيعتها كده اهوت بنفس القصة اللي احنا عملناها. وادي اهي، ممكن انا لو عايز احط عليها شوية سكر بودرة مفيش
مشكلة. لو عندي ما عنديش برضو ما فيش اي مشكلة. اهو مثلا اروح جاي نازل بشوية سكر من دول كده اللي هو الخرز، عايز ألمحها اي حاجة، انا اللي هاكل ما بتفرقش معايا يا جماعة. زي ما قلنا لحضراتكم احنا البناء. ادي الكيكة بتاعتنا زي الفل اهي، ونشوف التفاح من جوه عامل ازاي، وادي من الأرضية وعلى الفرن العادي اول النار، ونبدأ نشوف اول ما التفاح يحمر مننا كده هوت. بس نحاول نوطي النار عليها قوي ونسيبها براحتها، هتاخد من 35 ل 40 دقيقة على نار هادية وفي نص الفرن. ده بالنسبة للفرن العادي اللي هو ما فيهوش درجات حرارة، درجة الحرارة بتاعتها 170 ل 40 دقيقة. وأرجو إن تكون الحلقة عجبتكم وتجربوها، تحطوا فيها تفاح مستورد، تفاح بلدي، أهم حاجة في الآخر تعجبكم. وإلى اللقاء في حلقات جديدة مع الشيف كامل.